الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف إيش عربي؟ إذا بتظلم غيرك، غيرنا بظلمنا. أي هاي الكلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين عادات جهل وتقاليد تافهة. الكل شافة بس مين دافع؟ الكل يحس بس أنا واحد يطلع حس. يعني هاي إلك وين ما تكوني، مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة. ارفعي راسك لفوق يا أختي، ارفعي راسك لفوق. بكاء بلا صوت من ماسحة الدموع، قد ما عيونها تفتح مداها سياج الممنوع. قلتها ممنوع لي، ممنوع لها، مسموح لي، ممنوع لها والمسموح لها. فيش كلمة هيك في قاموسها، طائفنا عجرين اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم. احنا لنا ثلاثة اعوام عمنا بنعمل وطن عوطر بطريقة ساخرة وبطريقة كوميدية. حلقتنا اليوم مش راح تكون كوميدية ولا راح تكون ساخرة، لأنه الموضوع صعب نتناوله ونتحدث عنه بسخرية. قتل جريمة أيا كانت ظروفها، حتى لو حيوان بسيط، قتل قتل يعني. تلاحظ لو مر حيوان صغير في الشارع أنت بتحاول إنك توقف حتى ما تموت، فما بالك بني آدم كيف يعني. إنسان وإنت بتتعامل معه وعايش معه في بيت واحد وفي أسرة واحدة وإلى آخره. هذا إحنا بالنسبة لنا كمسلمين القانون واضح، القاتل قاتل يقتل. يعني قتل النساء اليوم بيختلفش إشي عن وقت البنات بالزمان، إنه إحنا وين يعني من هالحكي هذا؟ ما بعمره كان القتل بحل مشكلة. أكيد في حل للمشكلة يعني كان بكتير أحسن من القتل، بس لما اخترنا القتل يعني كان كتير ضعف يعني للإنسان القاتل. الضحية بقولها أنا كتير متأسف يعني، وأنا كتير شاعر فيكي، وأنا لو على صعيد اجتماعي بقدر أسوي إشي راح أسوي. يعني لو على صعيد مظاهرة صغيرة إشي تأييد للمرأة ولدورها في المجتمع ولإزدهارها وتقدمها، بوقف معها بكل شيء. مين هدول اللي يعني اللي احنا بنظهر رجولتنا عليهم او بنسترجل عليهم؟ يعني البعض اللي انا بسميهم مجرمين، تسترجل على امك، على اختك، على بنتك. هذه امي وامك، هذه اللي خلفت جيل الانتفاضه، هذه الانتفاضه الاولى، هذه اللي خلفت الاسير، هذه اللي خلفت الشهيد، هذه اللي كانت اسيره، هذه اللي كانت كمان شهيده، هذه فلسطين. طبعا ما فيش مبرر لقتل المرأة، شو ما كان السبب. يعني حتى لو غلطت كلنا بشر والبشر خطائين، ولا بني آدم في الدنيا بيستاهل إنه حدا يسلب حياته مهما كان السبب. أنا ما فيش، أنا كامرأة للقاتل مستحيل، ما فيش مجال للسماح. يعني أنا عندي القاتل يقتل شو ما كان السبب، لأنه الحياة كتير غالية. فيش بني آدم يعني من حقه يسلب أي بني آدم حياته، حتى لو حيوان كمان الحيوان من حقه يعيش، فما بالك المرأة. بتأسف لها هاي اللي عطتني وجه واحترام قدام اصحاب ذكرت، بس كلمات عطتني على الفن. ما أنا مجبورة، ما اللي فينا زلماني كمان طول ما فينا إلا من الزام. بتأسف أنا ليكي العبطي، عرضك بين إيديكي بعد ما قنعتك إنك فيبي روحت سبته كله عليكي. بينادوني جد علي ما بعتقد في إنسان عنده ذرة ضمير وعقلانية بيقدم على قتل مهما كان، هو إنسان أو حيوان. المفروض يحكم الإنسان عقله بكل خطوة بيكون فيها. العقل زينة الإنسان، بدون عقل ما في زينة، وبدون عقل بيصبح الإنسان زيه زي الحيوان لا أكثر ولا أقل. حكم عقله ويحاسب نفسه قبل ما يحاسب غيره. أنا بعتقد اللي بصير ما له علاقة لا بالشرف ولا بالدين. الشرف والدين بريء من هدول القتلة في أي مكان بالعالم. بحكي لك ايش دكتور، حتى تحبسها ما بطلع القاش، حتى لو بنتك بطلع القاش تحبسها، لا بتنحبس انت، ولا بطلع لك ترميها ببير، ولا بتطلع لك تحشرها بسدة
10 سنين تربطها بالجنزير، هي حيوانة، أنت الحيوان اللي بيعمل هيك هو الحيوان. أنا مش عارف، مش لازم نعتذر، يعني كلمة اعتذار أو كلمة في هيك موقف، في بني آدم، في ضحية بتقتل، مش لازم تحكي آسف أو بعتذر. يعني هذول مجرمين متوحشين، احنا بريئين منكم. انتم ما بتمثلونا، لا، احنا بنحترم المرأة، الشعب الفلسطيني شعب مثقف بيحترم المرأة، وديننا بطلب منا نحترم المرأة، تاريخنا النضالي وتاريخنا الوطني بطلب منا نحترم المرأة. احنا بريئين منكم، انتم الشرفاء. بلاش الموضوع ضل ينحل على فنجان قهوة، بنضل نتغطى بموضوع الشرف. طب والمرة العربيين كتبت حيطة بيضة صارت زرقة، زرقة بدربة لك تعرف الدنيا غربة وشرقة، مش مفرقة بينها وبين تشور مسكينة بالسما محلقة، مش قادرة تنزل تواجه قلقة ونحبسة ببيت اللي فيه ما لقيت إلا دمعة الياريت، وكي عالم شو رميت، بتعاود تسأل نفسك من وين انتي قتيت بس مكسيت، تسألني ليش بكيت عشان أرواح ما إلها روح، بيطلع صياح من جروح ومسبب الجروح، بيطلع بريء عسكينة نوح، بريء بس جريء، تسألني وين روحت؟ ليش من وين انت طلعت؟ وبنقطة ضيعوني، ها طبعا اتهموني، وبهي النقطة هو كان الرابح وانا اللي خسرت، بس معلش من يوم ورايح ريح وجع فايح ما فيش، راح نوقف عاجرينا مش عادينا، فأسفك ولا بكفي وقالم مش راح يخفي، بس فعلك راح يدفي سقعاني وراح يشفي، في أختي تفقلي خلي إخواني تتفقلوا عحقك تقتلي، دخواتي فيك تتماتل، الكل يحس بس الواحد يطلع حس، الكل يحس بس الواحد يطلع حس، الكل يحس بس الواحد يطلع حس، ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس، الكل يحس بس الواحد يطلع حس، الكل يحس بس الواحد يطلع حس، الكل يحس بس الواحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس. بتأسى فيها هاي اللي عطتني وجه واحترام ودم اصحاب ذكرت، بس كلمات عطتني على الفن ما انا مجبوره، ما اللي فينا زلماني كمان كمان. وقف وقف ولا وقف.